ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. النهاردة تنتهي أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2024-2025 في تمام الساعة 7 مساءً وفقاً للحد الأدنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، من أهمها مانشستر يونايتد مع برايتون في تمام الساعة 2:30 الظهر، ومباراة مانشستر سيتي مع إبسويتش تاون في تمام الساعة 5 عصراً، ومباراة أرسنال مع أستون فيلا في تمام 7:30 مساءً.